يجتمع هؤلاء هنا لصناعة أول محرك بحري جزائري. هذا المشروع وليد اتفاقية شراكة بين تجمع الجامعة الصناعية ومجمع الخدمات المينائية ومؤسسة المحركات بقسنطينة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويقوم على استراتيجية الاستنساخ الصناعي انطلاقاً من النموذج الميكانيكي ديازل F6L912. استراتيجية يمكن من خلالها أن نقلص فاتورة الاستيراد ونبعث بما يعرف الريفرس انجينيرينج أو بعملية الاستنساخ. هذه مهمة جدا لعملية دفع الصناعة الجزائرية من جديد. الميدان تاع الصيد البحري من الميادين التي تراهن عليها الدولة الجزائرية، وإحنا اليوم قمنا بهذه المبادرة من أجل إنجاز أول محرك بحري. صنع هذا النوع من المحركات سيسمح بتغطية العجز المسجل وتوفير مختلف قطع الغيار، بالإضافة إلى الصيانة والتصليح، وإنتاج 300 وحدة شهرياً هو رهان المؤسسة. اتفاقية من شأنها أنها تنتج محرك من نوع جديد لم ينتج من قبل في الجزائر. احنا بالخبرة تاعنا تاع 40 سنة رانا اونستيم باللي رانا على مقدرة باش نقدروا نخدموا هذا المحرك، وبالاطراف المعنيه هذو نظنوا باللي راهي اطراف فاعله في الدومين اندستريال. دون زان كا اوردينير اون في 20 موتور بار جور، دونك عندنا اون موين مونسيول دو 300 موتور. تي تو فا بيان لو بروميير بروتوتيب سورا بري او موا دو جوان 2021. بعث صناعه العتاد البحري ستوفر المحركات في السوق بسعر اقل ب 50% مقارنه بالثمن الذي تقتنى به، وتساهم في التقليص من فاتوره الاستيراد.